أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن المبرد الدمشقي الحنبلي، وبلغنا قول المؤلف رحمه الله: والشرط مخصص قاله أصحابنا، إلى آخره في صفحة 338. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: والشرط مخصص قاله أصحابنا، فهو مخرج ما لولاه لدخل. فإنه والشرط مخصص. نعم. قاله أصحابنا فهو مخرج، فهو مخرج ما لولاه لدخل، كأكرم بني تميم إن دخلوا. وإذا تعقب الشرط جملا متعاطفة فللجميع، ذكره أبو الخطاب في التمهيد إجماعا، وقال الشيخ في الروضة: سلمه الأكثر، وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه مقدمة كانت أو متأخرة. أحسنت. مقدمة كانت أو متأخرة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والشرط مخصص، يعني مخصص للعام. فالشرط نوع من أنواع المخصصات المتصلة، ولا زال الكلام في المخصصات المتصلة. قال: والشرط مخصص قاله أصحابنا، قاله الحنابلة وقاله أكثر العلماء على أن الشرط مخصص لللفظ العام. والشرط يخصص سواء تقدم أو تأخر، وليس مثل الاستثناء على خلاف فيه. الشرط يجوز أن يكون مخصصاً تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا متقدم، الشرط جاء متقدماً. وأحياناً يأتي متأخراً، مثل قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً. فإن الشرط جاء متأخراً عن العام، ومع ذلك فهو مخصص. والشرط يخصص الأفراد ويخصص الأحوال. فمثال تخصيص الأفراد: ما لو قلت مثلاً: أكرم الطلاب إن نجحوا، فإنه في معنى أكرم الطلاب الناجحين، فيخصص الأفراد. ويجوز أن يكون مخصصاً للأحوال، مثل: أكرم زيداً إن نجح، فهنا لا يوجد لفظ عام، إنما العموم في الأحوال. فإنه لو قال: أكرم زيداً وسكت، لوجب إكرامه في كل الأحوال. فلما قال إن نجح، يعني في خصوص هذه الحالة دون ما عداها من الأحوال. قال: فهو مخرج ما لولاه لدخل، يعني الفاء التفريع، يعني فبناء على أنه مخصص سوف يخرج ما لولاه لدخل في عموم الكلام من الأفراد ومن الأحوال كما مثلنا. قال: كأكرم بني تميم إن دخلوا. وقوله بني تميم عام، وقوله إن دخلوا تخصيص، وهو تخصيص بالشرط. وكذلك لو تقدم، لو قال إن نجحوا، أو قال إن قدموا، أو إن دخل بنو تميم فأكرمهم، فهذا سائق أيضا.
قال: وإذا تعقب الشرط جملاً متعاطفةً فللجميع. هذه المسألة نظيرة مسألة الاستثناء المتعقب جملاً متناسقةً بحرف العطف الواو أو غيره، فلها نظير أيضاً في الشرط. فقال: وإذا تعقب الشرط جملاً متعاطفةً فللجميع، يعني إذا جاء الشرط بعد الجمل المتعاطفة فإنه يرجع إلى جميعها فيكون مخصصاً لكل جملة. لو مثل لو يقول: تصدق على الفقراء وأكرم الطلاب إن شهدوا الجماعة، فقوله إن شهدوا مخصص للجملتين. قال: ذكره أبو الخطاب في التمهيد إجماعاً. ذكر هذه المسألة أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه، ولم يحكي فيها خلافاً بل حكى فيها الاتفاق. ومما يشهد للإجماع أو الاتفاق في المسألة اتفاق الفقهاء على رجوع الشرط لكل الجمل في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فقوله فمن، هذا أداة شرط من، وقد رجعت إلى كل الجمل المتعاطفة. قال: وقال الشيخ في الروضة سلمه الأكثر. قال الشيخ ابن قدامة في روضة الناظر: سلمه الأكثر، أي رجوع الشرط إلى كل الجمل المتعاطفة، كأنه يقول، وهذا خلاف ما حكاه أبو الخطاب من الإجماع، فكأنه يقول إن في المسألة يوجد فيها خلاف، وهو صحيح يوجد فيها خلاف، لكنه قول قلة قليلة من العلماء، ولا يبعد أن تكون مسألة مجمعا عليها. ثم قال: وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه. هذا يؤيد كلام ابن قدامة في أن في المسألة خلافا وليست مجمعا عليها. قال: وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه، يعني التي تتصل به، والمراد الشرط. خصه بعض النحاة بالجملة التي تليه، أي التي تتصل به في الذكر، مقدمة كانت أو متأخرة، كما لو قلت: أكرم الطلاب إن حضروا والفقراء، فيرجع إلى الأول فقط، والمتأخرة: أكرم الطلاب والفقراء إن نجحوا إن حضروا. لكن ما ذكره المصنف عن بعض النحاة يخالفه ما حكاه ابن مالك، فإن ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية حكى الإجماع على أن الشرط المتعقب للجمل المتناسقة يرجع إلى الجميع، ومثل له ابن قدامة رحمه الله بقوله: لا تصحب زيدا، لا تصحب زيدا، ولا تزره، ولا تكلمه إن ظلمني. لا تصحب زيدا، هذه جملة، ولا تزره، ولا تكلمه إن ظلمني. قال: فإن الشرط يرجع إلى جميع الجمل بإجماع النحاة. نعم، تفضل. قال: والتخصيص بالصفة، كأكرم بني تميم الداخلين، والغاية كأكرم بني تميم حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلوا، كالاستثناء ويقتصر عليهم. والإشارة نعم. بلفظ ذلك. أحسنت، جزاك الله خير. يقول: والتخصيص بالصفة، العطف على ما سبق من المخصصات، يعني ومما يخصص العام من المخصصات المتصلة الصفة، مثل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات،
فإن قوله فتياتكم عام، لأنه جمع أضيف إلى المعرفة، ثم خصصه الوصف وهو قوله المؤمنات، فيخرج ما عدا المؤمنات يعني ما عدا المسلمات من الإماء، فلا يحل للحر المسلم أن ينكحهن. ومن ذلك يعني ما هو في معنى الصفة كالحال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الشاهد في قوله متعمدا، فإنه تخصيص للعموم الذي يدل عليه لفظ من الشرطية. قال المصنف رحمه الله: والتخصيص بالصفة كأكرم بني تميم الداخلي، فإن الداخلين صفة فتخصص عموم بني تميم. قال: والغاية كأكرم بني تميم حتى يدخلوا، أو يقول أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، إلى أو حتى. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن هذا تخصيص. قال: كالاستثناء ويقتصر عليه، يعني أن التخصيص مثل الاستثناء في صحة التخصيص، أن الصفة مثل الاستثناء في صحة التخصيص. قال: ويقتصر عليهم، يعني على الداخلي، وهذا هو معنى التخصيص حينئذ. يبقى مذهب الحنفية في هذه المسألة، والسبب في الوقوف عندها هو أن بعضهم يذكر اتفاق الأصوليين على أن التخصيص بالصفة مجمع عليه، وفي نفس الوقت يحكي خلافاً في الاحتجاج بمفهوم الصفة من جملة مفاهيم المخالفة. فبعض الأصوليين من الحنفية كابن الهمام قال: التخصيص بالشرط والاستثناء والصفة إنما هو عند القائلين بالمفهوم المخالف لا عند النافين له، وعلى هذا يكون مذهب الحنفية المخالفة في هذه المسائل، يعني لا يكون مخصصاً. وبعضهم قال: لا، إن الحنفية داخلين في هذا في هذه المذاهب، بمعنى أنها من المخصصات عندهم الصفة وغيرها. قالوا: ولكن التخصيص حينئذ يكون بمعنى القصر، وفرقوا بين التخصيص وبين القصر، والمقصود بالفرق بينهما عندهم أن التخصيص إخراج ما دخل في اللفظ، وأما القصر فلا، الخاص ما دخل في العام. ففي هذه الآية مثلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الكلمتان صارت كالكلمة الواحدة لأنها في سياق واحد، فقوله المؤمنات لا يدخل، قوله فتياتكم لا يدخل فيها الكافرات أصلا، والدليل على عدم الدخول هو قوله بعد ذلك المؤمنات. وهكذا تأولوا الشواهد الواردة في هذه المخصصات على أنها قصر لا تخصيص، وأما التخصيص فهو أن يأتي متأخرا بعد العام، وسموه نسخا، وسموه نسخا، ويسمونه تخصيصا تنزلا على مذهب الجمهور، خصوصا الكتب التي ألفت في الجمع بين طريقتي الجمهور والحنفية. ولكن ما يخفى أن هذا الأخير فيه شيء من التكلف، ومقصود صاحبه أن الحكم يختص بمن ذكر وينتفي الحكم عما عداه بالأصل، لا بدلالة التخصيص المفهوم، يعني هذا معنى من قال إن الحنفية يرون هذه مخصصات وفرقوا بين القصر وبين التخصيص، بخلاف الجمهور، فإن الجمهور عندهم انتفاء الحكم عما عدا المذكور هو بدلالة اللفظ نفسه، يعني بدلالة المفهوم،
يعني هذا النوع، هذا الأسلوب من أساليب الخطاب، أن يقيد الكلام بوصف أو حال أو استثناء أو شرط أو غير ذلك. قال: والإشارة بلفظ ذلك. نعم، هذا ما قرأناه، تفضل. قال: والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي وابن عقيل وابو يعلى الصغير وأبو البقاء كقوله عز وجل: وذلك دين القيمة، عقب قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فيعود إلى الجميع، وكقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، ونحو ذلك. والتمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع فيه خلاف، ذكره أصحابنا في الفروع، ومقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين وغيرهم عوده إلى الجميع، كقولك: أكرم بني تميم الكرام وبني بكر النجباء ووائل الحسان فرسانا، وطب زيد العالم وعمر الظريف وبكر الحسن نفسا. وفي فروع الفقه من أمثلته: أوقعت بزينب أم عبد الله، وعائشة أم محمد الفاضلة، وهند القبيحة طلاقا، والله أعلم. أحسنت. يقول: والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل. إذا جاءت لفظة ذلك في النص الشرعي بعد جمل متعاطفة بالواو أو بغير الواو، فإن كلمة ذلك ترجع إلى الكل. قال: والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل، ذكره القاضي وابن عقيل وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء وغيره، وغير هؤلاء كثير ممن ذكر هذه المسألة. وقوله أبو يعلى الصغير، المقصود به حفيد القاضي أبي يعلى المذكور أولا. وليس هو صاحب الطبقات، صاحب طبقات الحنابلة هو ابن أبي يعلى، وصاحب الطبقات هو عم هذا المذكور. يعني عندنا القاضي أبو يعلى شيخ المذهب محمد بن الحسين الفراء، وله أكثر من أولاد، يعني أكثر من ابن، لكن أشهرهم اثنان: أبو الحسين محمد ابن محمد صاحب الطبقات، وأبو حازم القاضي محمد أيضا ابن محمد ابن الحسين. وهذا أبو يعلى الصغير هو ابن أبي حازم، ابن القاضي أبي حازم الذي هو الأخ الأصغر لأبي الحسين صاحب الطبقات، فصاحب الطبقات هو عم أبي يعلى هذا. وكلهم، كل هؤلاء المذكورون اسمهم محمد، جميعهم اسمه محمد. فيقول: ذكره القاضي وابن عقيل وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء العكبري المقرئ اللغوي صاحب كتاب إعراب الشواذ القراءات وغيرها من الكتب، المتوفى سنة 616 هجرية، كقوله عز وجل: وذلك دين القيمة، عقب قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه عدة جمل متعاطفة بحرف الواو، فقوله: وذلك دين القيمة يرجع لكل هذه الجمل لمجموعها. قال: فيعود إلى الجميع، وكقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. وقوله ذلك يرجع لكل ما ذكر من المنهيات، الذي هو الشرك بالله والزنا وقتل النفس بغير حق. قال: ونحو ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
ثم تحيض ثم تطهر؟ قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقوله فتلك يرجع لكل هذه الجمل المتعاطفة. ثم قال: والتمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف. وسؤاله يدل على توقفه في معرفة راجح المذهب من مرجوحه، وهذا شأن كثير من القواعد إذا جاءت بصيغة الاستفهام. التمييز عند النحاة هو الاسم النكرة، اسم النكرة منصوب يأتي بعد كلمة أو جملة لتوضيحها، لتوضيح المراد منها حين تحتمل أشياء متعددة. اسم منصوب نكرة يوضح كلمة أو جملة قبله. لماذا يوضحها؟ لأنه يحتمل فيها عدة أشياء. فإن قوله مثلاً عندي 20 يحتمل أن عنده 20 من الغنم، أو 20 من الدنانير، أو 20 من الدراهم، أو 20 ثوباً، كلها محتملة. فإذا قال عندي 20 درهماً زال الاحتمال. قال: والتمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ يعني أو يعود إلى الأخيرة؟ هذا تكملة السؤال. قال: فيه خلاف ذكره أصحابنا في الفروع، ونقله هو من وغيره من الفروع إلى الأصول، لأنه مسألة أصولية. والصحيح في المذهب والله أعلم أنه يرجع للكل، أن التمييز المتعقب جملاً متناسقة يرجع لجميعها. قال: ومقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين وغيرهم عوده إلى الجميع. هذا صحيح، يعني خصوصاً النحاة، هذا صحيح أنه يرجع إلى الكل. ثم مثل له المؤلف رحمه الله بثلاثة أمثلة، بمثالين في النحو ومثال واحد في الفقه. فقال: كقولك أكرم ببني تميم. شو حرف واحد قد يخل بال، هي أكرم ببني ليست أكرم بني، واضح؟ أصلح الخطأ. قال: أكرم ببني تميم الكرام، وبني بكر النجباء، ووائل الحسان فرسانا. قال: وطب بزيد العالم وعمر الظريف وبكر الحسن نفسا. فهو يرجع، قوله فرسانا ونفسا ترجع لكل هذه الجمل. ثم قال: وفي فروع الفقه من أمثلته: أوقعت بزينب أم عبد الله، وعائشة أم محمد الفاضلة، وهد القبيحة طلاقا. الشاهد بقوله طلاقا، لكن الحقيقة أنه مفعول وليس تمييزا، هو مفعول وليس تمييزا. وأحسن منه أن يمثل بمثال صحيح في الفروع ما لو قال المقر، لو قال لزيد علي 100، أو لو قال لزيد علي 1157 دينارا. كم جملة هذه؟ 4. لو قال لزيد علي 1157 دينارا، أين التمييز؟ دينار هو التمييز. فهل يرجع إلى الأخيرة أو إلى الكل؟ إذا قلت للأخيرة معناها الذي يجب من الدنانير هو 50، أما البقية فلا، احتمال أنها غير الدنانير، يسأل عنها ويستفسر أو ينظر في مراده حينئذ. وإن قلت التمييز يرجع إلى كل الجمل فمعناه أنه يجب 1000 من الدنانير، ومئة من الدنانير، وسبعة
من الدنانير وخمسون من الدنانير. وضح ثمرة الخلاف؟ نعم، هذا مقصود المؤلف رحمه الله. وبهذا نكون انتهينا من المخصصات المتصلة، وسوف يذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك المخصصات المنفصلة. نعم. قال رحمه الله: فصل في التخصيص بالمنفصل. يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، كقوله عز وجل: الله خالق كل شيء. فإنا نعلم بالعقل ضرورة أنه ليس خالق نفسه، وخالف قوم فمنعوا التخصيص بالعقل، وقالوا: ما نفى العقل عنه حكم العام لم يتناوله العام، لأنه لا تصح إرادته. ومن ثم كان الخلاف لفظياً، لأنه عائد إلى لفظ التسمية. وأما الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه العقل حكم العام فمتفق عليه، وإنما الخلاف فيما نفى عنه العقل حكم العام هل يسمى تخصيصاً أو لم يدخل في العموم من أصله، فعلى قول الأكثر يختص وعلى الثاني لا. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التخصيص بالمنفصل. التخصيص بالمنفصل بمعنى أن اللفظ العام يكون في نص، والنص الخاص يكون اللفظ الخاص يكون في نص آخر مستقل عنه. قال: يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. هذا أول المخصصات، وهو تخصيص النص الشرعي بدلالة العقل. نعم، هو قول الأكثر كما ذكر المصنف رحمه الله، ليس الأكثر من الحنابلة فقط، بل هو قول أكثر العلماء، كقوله عز وجل: الله خالق كل شيء. فهذا عام. ثم علمنا بضرورة العقل أنه سبحانه وتعالى، أن ذاته العلية سبحانه وتعالى غير داخلة في العموم، ليست مخلوقة، تعالى الله علوما كبيرا. ومثال ذلك في الأحكام الشرعية: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت، الناس عام. ثم قد دل العقل على أن من لا يفهم الخطاب الشرعي لا يدخل، يعني خارج منه، كالمجنون مثلا، مع أنه يدخل في كلمة الناس لكنه خارج من حيث المعنى. قال: وخالف قوم، يعني إشارة إلى المذهب الثاني في المسألة. ذهب قوم من المتكلمين إلى أن العقل لا يخصص، والحقيقة أنه ليس فقط من المتكلمين، بل هو مذهب لبعض الفقهاء والأصوليين، بل هو نص الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فإنه ذكر الآية الكريمة هذه: الله خالق كل شيء، ثم قال: فهذا عام لا خصوص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه. فدل على ماذا؟ أن العقل لا يخصص. قال: وخالف قوم فمنعوا التخصيص بالعقل، وقالوا: ما نفى العقل عنه حكم العام لم يتناوله العام، لأنه لا تصح إرادته. هذا دليل أصحاب المذهب الثاني. قالوا: هذا الفرد والأفراد المخرجة بدليل العقل، اللفظ العام ما تناولها أصلاً، فهي غير داخلة فيه، حتى تزعموا أن هذا تخصيص، لأن اللفظ لا يصح حمله على شيء غير معقول، فالذي لا يعقل لا يدخل في اللفظ، ومن ثم لا يوجد تخصيص. قال المصنف رحمه الله: ومن ثم كان الخلاف لفظيا. هذا اختياره، أن الخلاف
لفظي في المسألة. لما كان لفظيا؟ قال: لأنه عائد إلى لفظ التسمية. فأصحاب المذهب الأول يقولون العام قد خصه العقل، والثاني يقولون اللفظ العام ما خصه العقل، والكل يتفق على أن ذاته العلية سبحانه وتعالى يعني غير مخلوقة، وأن المجنون والصبي غير داخلين في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فصار الخلاف في مجرد العبارة، لأن النتيجة واحدة. قال: وأما الرجوع إلى العقل فيما نفى عنه العقل حكم العام فمتفق عليه، يعني وأما اعتبار العقل في إخراج هذه الأفراد عن الحكم المذكور هذا متفق عليه كما قلنا قبل قليل. قال: وإنما الخلاف فيما نفى عنه العقل حكم العام، هل يسمى تخصيصاً أو لم يدخل في العموم من أصله؟ فعلى قول الأكثرين أصحاب المذهب الأول خصص، اختص، يعني العقل خصصه. وعلى القول الثاني لا، يعني لا تخصيص. فإذا الخلاف مجرد العبارة. أصحاب المذهب الأول يقولون العقل خصصه، والآخرون يقولون ما دخل أصلاً حتى تقولوا إن العقل خصصه. ثم بعد ذلك يتفقون على أن تلك الأفراد أو الفرد الذي خرج عن الحكم أنه غير داخل لا يتناوله الحكم، فصار الخلاف لفظياً، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. ويبقى التنبيه فقط على فائدة، وهي أن الحنفية يقولون بأن العقل مخصص كالجمهور، إلا أن الفرق هو كما قد علمتم من قبل أن الحنفية يرون أن دلالة العام على أفراده قطعية، فإن دخله التخصيص بقطعي استحالت دلالته على بقية الأفراد من القطعية إلى الظنية، إلا في هذه الصورة. فعندهم المخصص إذا كان العقل تبقى دلالة العام على أفراده قطعية. والآن نذكر المخصص الثاني وهو الحس. قال ويجوز التخصيص بالحس نحو وأوتينا من كل شيء وقوله تدمر كل شيء، ويجوز بالنص وهو اللفظ الصريح، وسواء كان العام كتابا أو سنة، وسواء كان العام كتابا أو سنة، وسواء كان متقدما أو متأخرا لقوة الخاص، وهو قول الشافعية. فالمتقدم كحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مع أمره عليه السلام بالوضوء باللحم الإبل، فإن ذلك خاص بالإبل وهو متقدم، والمتأخر كثير، كقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وغير ذلك. وعنه أي عن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان، يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية، وعندهم إن جهل التاريخ تعارضا. وعنه أي عن أحمد رحمه الله تعالى لا يخص عموم السنة بالكتاب، ذكره ابن حامد والقاضي، وهو قول بعض الشافعية. نعم، يقول المؤلف رحمه الله ويجوز التخصيص بالحس، هذا شروع في المخصص الثاني من المخصصات المنفصلة. ثم مثل له بقول الله تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام وأوتينا من كل شيء، فقوله من كل شيء هذا عام، وقد دخله التخصيص بواسطة الحس، فإن أهل الحس الناس يعني يدركون أنه ما أوتي كل شيء في الوجود. ألا ترون عرش بلقيس هل أوتيها حين قال هذه الكلمة؟ ما أوتيه، ولهذا طلبه أيكم يأتيني بعرشها، فما كان عنده. إذن ما أوتي من كل شيء يعني بمعنى جميع الأشياء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى عن ملك السبأ وأوتيت
من كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا. وقوله تعالى: تدمر كل شيء، يعني حكاية عن ريح عاد، تدمر كل شيء. والحس أخرج ماذا؟ السماء والأرض والجبال وغير ذلك من الموجودات، لم تدمرها الريح. ثم قال: ويجوز بالنص، هذا شروع في المخصص الثالث، نعم، وهو النص. والنص المراد به الكتاب والسنة، وليس هو فقط خصوص النص الصريح كما قال هنا: النص هو اللفظ الصريح. لأن اللفظ الصريح إن أراد به ما لا يحتمل إلا معنى فالأمر ليس كذلك، لأن من المخصصات ما هي ظنية، لكن المراد التخصيص بالنص يعني الآية أو الحديث، المصطلح أيضا المعروف للنص وهو الآية أو الحديث. ثم قال: وسواء كان العام كتابا أو سنة، وسواء كان متقدما أو متأخرا، يعني أن الخاص يقدم على العام فيخرج من العام بالقدر الذي يدل عليه اللفظ الخاص، سواء كان كتابا أو كان سنة أو كان أحدهما كتابا والآخر سنة، يعني يقدم الخاص على العام فيخصص العام مطلقا، خص العام أو لم يخص، لأن دلالة الخاص دلالة قطعية، ودلالة العام على أفراده دلالة ظنية، فإذا تعارض القطعي والظني يقدم القطعي، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: لقوة الخاص، أي لقوته في الدلالة لا في الثبوت. ثم قال: وهو قول الشافعية، نعم هو قول الحنابلة والشافعية والمالكية، هذا هو مذهب جمهور العلماء، أن الخاص يقدم على العام مطلقاً. علم التاريخ أو لم يعلم، يعني سواء تقدم الخاص أو تقدم العام، دائماً الخاص يقدم على العام في كل الأحوال. ثم قال: فالمتقدم كحديث جابر، المتقدم يعني يقصد الخاص هنا، يعني تقدم الخاص على العام، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، يعني الطعام الذي غيرته النار، الذي طبخ، يعني طبخ مع أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحوم الإبل، مع أنه لحم مسته النار. فقال: فإن ذلك خاص بالإبل وهو متقدم، وهو متقدم، فيخص ماذا؟ العام. فيكون كل شيء مسته النار لا إذا أكله المكلف لا ينتقض وضوءه إلا لحم الإبل، فيخرج من العموم فينتقض وضوء من أكله مطلقا، يعني مسته النار أو لا. قال: والمتأخر كثير، يعني وتأخر الخاص عن العام كثير. لما كثير؟ قالوا: لأن الخاص بعد العام في معنى البيان، لأن التخصيص بيان، والعادة أن البيان يأتي بعد المبين، المبين يأتي بعد المبين، لهذا جاء الخاص بعد العام كثيراً في النصوص الشرعية. قال: كقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، يعني في كل زرع سقته السماء يجب فيه العشر، تجب فيه الزكاة بمقدار العشر. ثم قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وقد جاء متأخرا عن النص العام الأول، فيخصص.
لأن مقتضى الحديث الأول أن كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر قليلاً كان أو كثيراً، لكن فيما دون خمسة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدده بهذا المقدار، وهو قدر كبير لا شك، وهذا من التيسير على المكلفين. قال: وعنه أي عن أحمد رحمه الله يقدم المتأخر خاصاً كان أو عاماً. هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهي رواية مرجوحة ليست هي المذهب، وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية كما ذكر المصنف، أن المتأخر في النزول أو في الورود من النصين الشرعيين العام والخاص يقدم على الآخر. فإذا كان المتأخر هو الخاص خصص العام بمقداره، أي بمقدار ما يدل عليه الخاص، وإن كان المتأخر هو العام خصص الخاص يعني ألغاه وأبطله. والفرق بين الرواية عن أحمد ومذهب الحنفية أن الرواية عن أحمد يستعمل فيها التخصيص، وأما الحنفية فيقولون نسخ ما يسمونه تخصيصاً. التخصيص عندهم مقصور على المخصصات المتصلة، أما المتأخر فيسمونه نسخاً. ويمثل له الحنفية بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرانيين حين جاءوا إلى المدينة واشتهوها، أي تغير عليهم المكان لأنهم أهل بادية، فأصابتهم حمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها علاجاً ومن ألبانها غذاءً. فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم وقتلهم وتركهم في الحرة، يعني صلبهم في الحرة، تركهم يستجدون الناس الماء فلا يسقون حتى ماتوا بعد أن سمل أعينهم. الشاهد فيها أنه أمرهم بشرب أبوال الإبل، وهذا يدل على أن بول الإبل طاهر. قالوا: وقد جاء بعد هذا الخاص عام، يدل على أن بول الإبل وغيره من الأبوال أنها نجسة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالعام هو كلمة البول في الحديث الثاني جاء بعد الخاص، فينسخ الخاص يعني يلغي عمله، ومن ثم قال الحنفية بنجاسة بول الإبل. ثم قال: وعنه أي عن أحمد رحمه الله، وهي أيضا رواية مرجوحة، لا يخص عموم السنة بالكتاب ذكره ابن حامد والقاضي، وهو قول بعض الشافعية. يقول: وعن أحمد رحمه الله لا يخص عموم السنة بالكتاب. هذه مسألة السنة إذا جاءت عامة، والكتاب العزيز يأتي خاصة، فهل يخصص خصوص الكتاب عموم السنة أو لا؟ العادة أن السنة هي التي تخصص الكتاب، لما قلناه من أن التخصيص بيان، ومن وظائف السنة أنها تبين هذا الذكر الحكيم للناس. لكن هنا انعكس الأمر، جاءت السنة عامة وبينها الكتاب العزيز بالتخصيص، فهل يصح مثل هذا؟ فعن أحمد روايتان، والراجح منهما أن خصوص الكتاب العزيز يخصص عموم
السنة. مثال ذلك قول الله تعالى، يعني طبعا مثاله عند الحنفية، الحنفية عندهم أنه لا يخصص، أو عفوا مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقوله الناس هذا عام، ثم خرج من عمومه الذين أوتوا الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أهل الكتاب يخرجون من عموم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى أنهم يبقون يعني يتركون على كفرهم إذا أعطوا الجزية، يعني بمعنى أنه ليس إلا السيف أو الإسلام أو السيف، وإنما الإسلام أو الجزية أو السيف. قال: ذكره ابن حامد والقاضي، يعني ذكر هذا القول وهو أنه لا يخص عموم السنة بالكتاب، ذكره الحسن بن حامد، وذكره القاضي أبو يعلى، والقاضي تلميذ الحسن بن حامد. ثم قال: وهو قول بعض الشافعية. وأما القول الثاني الذي لم يذكره المصنف فهو الرواية الثانية الراجحة، التي هي قول أكثر العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها، أن عموم السنة يخصص بخصوص الكتاب العزيز. ثم قال رحمه الله: وعنه أي أحمد: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو قول بعض المتكلمين. هذه المسألة هي عكس المسألة السابقة، هنا يأتي الكتاب العزيز عاماً وتأتي السنة المشرفة خاصة، فهل يخصص عموم الكتاب بخصوص السنة؟ الجواب: نعم، يخصص عند جماهير العلماء. لكن قال المصنف هنا، ذكر الرواية المرجوحة عن أحمد: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد، يعني طوى ذكر المذهب الراجح الذي فيه الرواية الراجحة. إذن عموم الكتاب العزيز تخصصه السنة المشرفة حتى لو كانت أحادية، خلافاً لبعض المتكلمين ورواية مرجوحة عن أحمد. وأما الحنفية فإنهم فصلوا فقالوا: إن خص العام بقطعي فإنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، لأن دلالة العام حينئذ تصير ظنية، فيتقابل الظني والظني، فحينئذ يصح أن يخصصه. وإن كان العام محفوظاً فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الأحد، لأن هذا كما قلنا من قبل عندهم يسمى نسخاً، والآحاد لا ينسخ المتواتر، فمن هذا الباب منعوا تخصيص العموم بخبر الآحاد. مثال العام الذي خص عند الحنفية، يعني الذي دخله التخصيص بقطعي فانقلبت دلالته ظنية فقبل التخصيص بخبر الواحد، قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن. ثم خص بالإجماع، خص بالإجماع بالمسلم إذا قطع أنف يعني إذا قطع أذن كافر حربي أو جدع أنفه ونحو ذلك فإنه لا يقتص منه بالإجماع. فصار العام ماذا؟ صار عندهم ماذا؟ ظنية، فحينئذ يقبل التخصيص بخبر الآحاد. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
أن غلاماً لقوم فقراء قطع أذن عبد آخر لقوم أغنياء، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتص منه، فأخذوا منه أنه يعني العبد إذا قطع أذن عبد آخر أو أنفه أنه ماذا؟ لا يقطع به، وأخرجوه من الآية. لما وهو خبر أحد؟ قالوا لأن دلالة العام في الآية الكريمة صارت ظنية، لأنها خصت بالإجماع، والإجماع دليل قطعي، فانقلبت دلالة الآية ظنية. ومثال العام الذي لم يخص عند الحنفية قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنت، وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني المطلقات. ثم يعارضه يعني يعارضه تخصيصا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت طلقني زوجي فبت طلاقي فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، فلم يقبله الحنفية لأن العام هذا عندهم عام محفوظ، فردوا خبر الآحاد هذا وأوجبوا السكنى كما أوجبوا النفقة للمطلقة البائن. نعم. قال رحمه الله: والإجماع مخصص عند الجمهور لأنه لا إجماع إلا عن دليل، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، إذ لا إجماع إلا عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخا لذلك النص الخاص، ويخص العام بالمفهوم على الأصح اختاره الأكثر خلافا لبعض أصحابنا، وهو كأن يقال من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف، فإن مفهومه عدم العقاب له. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: والإجماع مخصص عند الجمهور، هذا شروع في مخصص جديد من مخصصات العام المتصلة. فيقول: والإجماع مخصص عند الجمهور، نعم هو قول عامة العلماء، ولم يخالف إلا شذوذ من المتكلمين والله أعلم، فالمسألة إجماعية لأن بعضهم حكى الإجماع في هذه المسألة، قال الإجماع مخصص للعام بالإجماع. قال: لأنه لا إجماع إلا عن دليل، وهذا صحيح. لما كان الإجماع معصوماً عن الخطأ لا تجتمع أمتي على ضلالة، فمعناه أن المجمعين قد استندوا في إجماعهم إلى دليل، عرفنا هذا الدليل أو جهناه، لا بد أن يكون هناك دليل استندوا إليه في الحكم الذي أجمعوا عليه. ومثال التخصيص بالإجماع قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه عام في كل متوفى وفي كل أولاد للمتوفى، ثم يخرج منه ماذا؟ الابن الرقيق مثلا فلا يرث أباه، وكذلك الولد القاتل ما يرث، والمرتد ما يرث، فلا يرثون حتى لو كانوا أولادهم. قال: لأنه لا إجماع إلا عن دليل. ثم قال: ولو عمل أهل الإجماع، ذكر مسألة تتصل بباب النسخ، فلو أنها لو أنه ذكرها في النسخ لكان حسنا. قال: ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا، يعني تضمن الإجماع ناسخا لذلك النص الخاص، هذا تقدير الكلام، يعني بمعنى ورد نص خاص في الشرع، ثم عمل المجتهدون كلهم بلا مخالف، كلهم عملوا على خلافه، على خلاف مقتضى الدليل، يدل على أن هذا الدليل الخاص منسوخ. لماذا؟ لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، إذ لو لم يكن منسوخا
لكان معناه أن كلهم كانوا على ضلالة حين خالفوا النص الصحيح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمنع الزكاة بخلا: إنا آخذوها وشطر ماله. فإن العمل عمل المجتهدين على خلاف ذلك، ما كانوا يأخذون الزكاة من المانع لها بخلا وشطر ماله. ومثل ما في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى في من أخذ وهو يصيد بالمدينة بأن سلبه للذي أخذه، يعني واحد رأى شخصا يصيد في المدينة وهو محرم الصيد فيها فأمسكه، فإن سلبه يكون للذي أمسكه للذي أخذه. فإن عمل العلماء كان على خلاف الحديث، فيدل على أنه منسوخ، والله أعلم. قال: إذ لا إجماع إلا عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع كأن في الكلام سقطاً، والله أعلم، وتقدير العبارة هكذا: إذ لا إجماع إلا عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع يكون ناسخاً لذلك النص الخاص. نقدره فقط تقديراً لأننا ما وقفنا على مخطوطات الكتاب، والمعنى ظاهر من السياق. يقول: إن الإجماع لا يمكن إلا أن يكون عن دليل، ثم هذا الدليل الذي استندوا إليه في العمل على خلاف النص الخاص يكون هو الناسخ للنص الخاص. ولعل هذا الأخير الذي ذكره هو حجة من منع التخصيص بالإجماع، فيكون الخلاف بين الفريقين لفظيا. تقدم آنفا أن بعض العلماء قالوا أن الإجماع لا يخصص العام، فلعل مرادهم أن نفس الإجماع لا يخصص، وإنما الدليل الذي استند إليه المجمعون هو الذي يخصص، فيرجع الخلاف بين الفريقين لفظيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويخص العام بالمفهوم على الأصح. هذا شروع في مخصص جديد من المخصصات المتصلة لللفظ العام، وهو التخصيص بالمفهوم. وأراد المؤلف رحمه الله بالمفهوم هنا خصوص مفهوم المخالفة، لا عموم المفهوم بشقيه، مع أن المفهوم الموافق مخصص أيضاً، كما أن مفهوم المخالفة مخصص، بل هو أولى منه بالتخصيص لأنه أقوى منه. مثال التخصيص بمفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن هذا عام في كل غني ماطل بحق الذي أعطاه القرض الدين. ثم يخرج منه الأبوان: إذا ماطلا وهما غنيان بدين ابنهما، بدين ولدهما. لماذا؟ لمفهوم قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فإن مفهومه الموافق هو ماذا؟ يعني لا تسبهما ولا تضربهما ولا تخرجهما من البيت ولا توقفهما عند القاضي بحجة أنهما ماطلا بديني. واضح؟ ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن هذا عام في الماء القليل والماء الكثير. ثم يخص منه ما دون القلتين، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً. فإن مفهومه المخالف إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتنجس بملاقاة النجاسة.
أما دون القلتين يتنجس ويخرج من عموم خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء. قال: اختاره الأكثر خلافاً لبعض أصحابنا. نعم، يقول اختاره الأكثر يعني التخصيص بمفهوم المخالفة، فذهب الأكثرون من الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن المفهوم المخالف يخصص العام لأنه حجة، وهو وإن كان ظنياً في غالب أنواعه إلا أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، فيقع التقابل بين ظني وظني، فما الذي يمنع التخصيص إذن؟ ما دام أنه حجة إذن سوف يخصص، كما أنه تثبت به الأحكام ابتداء فإنه يخصص بها العمومات ويقيد بها المطلقات. قال: خلافاً لبعض أصحابنا، هذا إشارة للمذهب الثاني في المسألة، حيث ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية وهو أيضاً مذهب الحنفية إلى أن المفهوم المخالف لا يخصص العام. ثم مثل له المصنف رحمه الله بقوله: أن يقال من أساء إليك فعاقبه، هذا عام لأن لفظة من أداة شرط وأدوات الشرط في العموم. قال: ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف، فإن مفهومه عدم العقاب له، يعني إذا كان لا يقول له أف يفهم منه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه لا يعاقبه حتى لو أساء إليه، لكن كأن هذا مفهوم موافقة، أليس كذلك؟ هذا مفهوم موافقة، وقلنا من قبل إن العام يخص بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعله عليه الصلاة والسلام يخصص العموم. هذا قرأناه. طيب تفضل. قال: وفعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم عند الأئمة الأربعة كتقريره عليه السلام ما فعله واحد من أمته يخص به مما هو مخالف للعموم، ولم ينكره مع علمه عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه مطلقا، كقوله عليه السلام: كل ملهات حرام، مع أنه دخل على عائشة يوم العيد وعندها جوار يضربن بالدف ويغنين فلم ينههن، ثم أراد أبو بكر أن ينهاهن فقال: دعهن فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، يحمل ذلك على إباحته يوم العيد فقط. ومذهب الصحابي، نعم، لا إلى هنا أحسنت. يقول: وفعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم. نعم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من أنواع السنة، فالسنة بأنواعها الثلاثة: الفعل، القول والفعل والتقرير. لما كانت حجة في إنشاء الأحكام كانت حجة أيضاً في تخصيص العام وتقييد المطلق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص العام كما أن قوله يخصص العام. والمراد بالفعل هنا ما هو أعم من العمل، يعني سواء كان عملاً أو تركاً، كلاهما يكون حجةً مخصصةً لللفظ العام. فمثال العمل، يعني تخصيص العام بعمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، تخصيص قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تخصيصه بما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أو كما ورد. فإن قوله ولا تقربوهن هذا عام، لأن الفعل جاء في سياق النهي الذي هو شبه النفي، فيفيد العموم، يعني المنع من كل قربان للمرأة الحائض.
ثم خص منه خص بفعله صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تتزر فيباشرها إما فوق الإزار أو في كل بدنها فيما عدا الفرج على خلاف المشهور بين الفقهاء. ومثال تخصيص العام بالترك لأن الترك فعل، القاعدة أن الترك فعل فيكون حجة. مثال ذلك قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن قوله الزانية والزاني هذا عام يشمل كل زان وكل زانية، محصنا كان أو غير محصن من حيث اللفظ، يعني هو عام. ثم خص بتركه صلى الله عليه وسلم جلد ماعز رضي الله عنه حين زنى وهو محصن فلم يجلده 100 جلدة، وإنما أقام عليه حد الرجم فقط دون حد الجلد. فيؤخذ منه أن الزاني المحصن لا يجتمع عليه جلد ورجم، تخصيصا لللفظ العام مع أن اللفظ يشمله من حيث الوضع. قال: يخص العموم عند الأئمة 4. نعم، الأمر كما قال هو مذهب الأئمة 4 وأكثر العلماء، خلافا لبعض الحنفية وبعض الشافعية فإنهم خالفوا في هذه المسألة وقالوا الفعل ليس كالقول. التخصيص بالقول أمره واضح ولهذا انعقد عليه الإجماع، لكن الفعل يحتمل الخصوصية، فلما احتمل الخصوصية الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يقوى على تخصيص العام. فمثلا في المثال الأول الذي ذكرناه احتمال أن هذا، يقولون احتمال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يباشر المرأة الحائض. ثم قال: كتقريره عليه الصلاة والسلام ما فعله واحد من أمته يخص به مما هو مخالف للعموم، يعني أن من المخصصات المنفصلة الإقرار، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا أو ناسا من الصحابة رضي الله عنهم على فعل فعلوه يخالف اللفظ العام، فيدل تقريره صلى الله عليه وسلم على خروج هذه الصورة من صور العام. هذا معنى المسألة، والدليل فيها في ذلك واضح، وهو أن التقرير نوع من أنواع السنة المشرفة، فهو إذن حجة تثبت به الأحكام فيخص به العام، فإن تخصيص العام حكم من الأحكام الشرعية. قال: ولم ينكره عليه الصلاة والسلام مع علمه به يكون مخصصاً عند جمهور العلماء. نعم، هو قول جمهور العلماء لأن في المسألة خلافاً، فقد ذهب بعض الشافعية إلى أن التقرير لا يخصص العام، والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي. لما؟ قالوا: لأن أصحاب المذهب الثاني الذين قالوا التقرير لا يخصص، قالوا لأن الذي خصص هو اللفظ الذي وقع به التقرير، يعني حين أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على شيء يكون قوله له بالجواز، وسكون يعني حين يتكلم وينطق بالتقرير أن هذا جائز لك ولغيرك يكون هو هذا المخصص، فيكون المخصص هو القول وليس التقرير. لكن هذا في الحقيقة فيه شيء من التكلف، لأن بعض الأحكام الثابتة بالتقرير لم ينقل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلفظه بنطقه، وإنما يرى ويسكت، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا. قال المؤلف رحمه الله: بالنسبة للحنفية قبل هذا، لأن ما استكملنا المذاهب، قلنا مذهب الجمهور جواز التخصيص بالتقرير، ومذهب بعض الشافعية منع ذلك،
وذهب الحنفية إلى التفصيل، فقالوا إن علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابي في نفس المجلس الذي قال فيه اللفظ العام كان مخصصاً، وأما إن كان في مجلس آخر، يعني اللفظ العام في مجلس والإقرار في مجلس آخر، لم يخص به اللفظ العام. نعم، قال كقوله عليه الصلاة والسلام كل ملهات حرام، هذا عام، مع أنه دخل على عائشة رضي الله عنها يوم العيد وعندها جوار يضربن بالدف ويغنين فلم ينههن، يعني أقرهن، ثم أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينهاهن فقال دعهن فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال المصنف رحمه الله يحمل ذلك على إباحته يوم العيد فقط لوجود الإقرار، لكن هذا الإقرار صحبه ماذا؟ القول، يعني اجتمع على الحكم إقرار وقول. وقلنا من قبل إن الإقرار أحيانا لا يكون معه قول، ومن ذلك مثلا نهيه صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر في الحرم، لا يعضد شوكه، نهى عن قطع الشوك والشجر في الحرم كما جاء في عدة روايات. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أهل مكة يزرعون شجرهم ثم يحصدون فلا ينكر عليهم، فدل على ماذا؟ دل على أن ما يستنبته الآدمي في الحرم يجوز له قطعه، فيخرج من اللفظ العام ويبقى في العام ما ينبته الله. أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينتظرونه في العشاء الآخرة، فكانوا ينام بعضهم، كان ينام وهو جالس حتى يغط غطيطاً، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقومون ويصلون ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، فدل على أنه يخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، يخرج من عمومه من نام جالسا فإنه لا ينتقض وضوءه بدليل الإقرار. طبعا الغرض كما قلنا هي ضرب الأمثلة فقط، أما صحة هذه المذاهب المذكورة في الأمثلة الفقهية أو عدم صحتها فشيء آخر، الغرض هو ضرب المثال. وآتوا حقه يوم حصاده، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الخضروات على ترك إخراج العشر أو نصف العشر، هذا أيضا تخصيص بالإقرار. نعم، تفضل يا شيخ. قال ومذهب الصحابي يخص العموم، هذا إن قيل هو حجة، وإلا فلا يخصه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، ومنعه بعض الشافعية مطلقا. وقال أبو العباس بن تيمية يخصه إن سمع الصحابي العام وخالفه، وإلا فمحتمل. والعادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق، على الأصح اختاره الأكثر خلافا للحنفية والمالكية، نحو حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر. أحسنت. يقول ومذهب الصحابي يخص العموم، هذا شروع في مخصص جديد من المخصصات المتصلة، وهو مذهب الصحابي، يعني قول الصحابي أو فعله، فإنه يخصص اللفظ العام، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أو كما ورد، ولا فرسه، هذا عام يشمل كل فرس كل خيل،
ثم خص بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن الفرس إذا كانت معدة للجهاد في سبيل الله ما يخرج منها، جزاك الله خيرا، ما يخرج منها الزكاة، وما عدا ذلك ففيها الصدقة، فيها الزكاة. قال يخص العموم، وهذا مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية والحنفية أيضا، قالوا يخصص العام إن كان مثله لا يخفى عليه اللفظ العام، يعني هم ذكروا تفصيلا، قال إن كان الصحابي مثله يخفى عليه العام لا يخصص العام، وإن كان مثله لا يخفى عليه العام لكونه عالما مستقرئا لنصوص الشريعة فإن مذهب الصحابي يخصص العام عندهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذا إن قيل هو حجة، وإلا فلا يخصه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. نعم، يعني إذا لم نقل حجة فإنه لا يكون مخصصا عند أكثر الحنابلة، بل هو قول الأكثرين. ثم قال: ومنعه بعض الشافعية مطلقا، يعني بعض الشافعية قالوا إن مذهب الصحابي لا يخصص العام مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء قلنا إن قول الصحابي حجة، إن مذهب الصحابي حجة، أو قلنا إن مذهب الصحابي ليس بحجة. قال: وقال أبو العباس ابن تيمية: يخصه، يعني مذهب الصحابي يخص العام، إن سمع الصحابي العام وخالفه، وإلا فمحتمل. يعني الشق الأول وافق فيه الحنفية، لكن في الشق الثاني خالف، يعني إن سمع الصحابي بالعام فأصر على مذهبه المخالف للعام خصص العام، لأنه يدل على اطلاعه على نص خاص خصص ذلك العام، لأن الصحابة عدول رضي الله عنهم. وأما إذا لم يسمعه، يعني ما بلغه اللفظ العام، قال فمحتمل، يعني محتمل أن نقول إنه يخصص العام وإنه لا يخصص العام، وهذا يدل على تردده في الشق الثاني لقوة الخلاف في المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق على الأصح، اختاره الأكثر خلافاً للحنفية والمالكية. هذا شروع في مخصص جديد من المخصصات المتصلة، وهي تخصيص العام بالعادة، بالعرف والعادة. والعادة أو العرف هي الأفعال المتكررة التي تحصل من الخلق وتستحسنها للعقول ويتلقونها بالقبول وتتكرر منهم حتى تصير معروفة عندهم، هذه العادة. فذكر فيها مذهبين، إلا أنه قال عن الأول ماذا؟ قال: لا تقيد المطلق ولا تخص العام على الأصح. جعل المؤلف رحمه الله جعل الأصح من القولين في المذهب هو أن العادة لا تخصص اللفظ العام، مع أن الذي قاله مجد الدين ابن تيمية رحمه الله هو أن الصحيح في المذهب أن العادة تخصص العام، ولا فرق بين العادة القولية والفعلية، قال هذا هو الصحيح في المذهب. يعني اختلف التصحيح بين علماء الحنابلة في أي القولين هو مذهب الحنابلة. وتقييد المؤلف رحمه الله العادة بقوله الفعلية هو احتراز عن العادة القولية، فإن العادة القولية تخصص اللفظ العام، قيل بالإجماع، وقيل إن فيها خلافاً شاذاً، فالتخصيص بالعادة القولية قوي، هو إما مجمع عليه أو هو قول
أكثر العلماء. فمثلاً كلمة صلاة في النصوص الشرعية معناها العبادة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، صار هذا هو العرف، ولهذا نسميها الحقيقة الشرعية، صارت هي المعروفة في عرف الشارع. فلو أن شخصاً حلف ألا يصلي والعياذ بالله، مثلاً غضب من شخص دعاه للصلاة فقال والله لا أصلي، ثم إنه بعد ذلك هذا الحالف قرأ القرآن فمر بآية السجدة فسجد، يحنث بسجود السهو؟ لا يحنث. لما؟ لأن الصلاة هو يقول لا أصلي، هذا لفظ عام، لكن الصلاة صارت مخصوصة في عرف الشارع بالعبادة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فحينئذ لا يحنث. ومنها كلمة امرأة، العادة في النصوص الشرعية أن كلمة امرأة تطلق على الحرة مع أن الأمة امرأة أيضا، لكن هذا صار مخصوصا بالعادة. ومن ثم فلو قال شخص لوكيله زوجني امرأة فأطلق العبارة، فذهب الوكيل وزوجه أمة، هل يصح؟ لا يصح. لما؟ لأن قوله امرأة وإن كان مطلقا في الكلام في كلام الموكل إلا أنه صار مخصوصا بالحرائر. فهذا معنى قولنا، قول المصنف لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. تقييد المطلق ذكرناه في المثال السابق. أو لو قال مثلا اشتري لي رزا بمئة درهم، كلمة درهم مطلقة، تحتمل درهم بلده وتحتمل درهم بلد آخر، كما نرى اليوم الدرهم يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى، فهل له أن يشتري بمئة درهم من دراهم بلدة أخرى أو لا بد من دراهم البلد؟ لا بد أن يشتري له أرزا بمئة درهم من دراهم البلد، لأن هذه عادتهم في البيعات في المعاملات المالية أنهم يستعملون درهم البلد، والعام يخص والمطلق يقيد بالعادة. قال اختاره الأكثر، يعني الأكثر من العلماء من الحنابلة ومن الشافعية، وهو أيضا قول بعض المالكية خلافا للحنفية والمالكية. نعم، هو المخالف في هذا الحنفية، فعندهم أن العام يخص بالعادة والعرف، وكذلك هو قول جماعة من المالكية ونسبه بعض المالكية إلى الإمام مالك رحمه الله. فإذا الحنابلة والشافعية لا يخصصون بالعادة، والمالكية والحنفية يخصصون بالعادة على خلاف في نفس هذه المذاهب. ثم مثل له المصنف رحمه الله بقوله نحو حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر. يعني في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل أو كما ورد. العموم أي في الطعام، لأن الطعام يعم البر وغير البر من طعام الناس، لكن لو كان عادتهم أنهم الطعام حين يقولون اصنع الطعام أو يقول الرجل لامرأته يا فلانة اصنع الطعام معناه البر، يأكلون البر دائما وصار هو المعتاد يأكلونه ليل نهار، فهل يخص عموم النص به فيصير النهي عن بيع الطعام بالطعام كأنه قال لا تبيعوا البر بالبر، أو يبقى على عمومه؟ يبقى على عمومه، لأن العام لا يخص بالعادة الفعلية. تفضل. قال رحمه الله ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور،
من أصحابنا، ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم، خلافا للقاضي عبد الوهاب وصاحب المحرر أبي البركات وحفيده، فقالوا يخص، لأن المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، فلو عمت خصت بالشهوة. نعم أحسنت، هذا أيضا مخصص جديد من المخصصات المتصلة، وهو تخصيص العام بالمقصود. يقول ولا يخص العام بمقصوده، أي بمقصود العام. والمقصود بهذه المسألة أن اللفظ إذا جاء عاماً في من حيث الوضع، إلا أن المتكلم به أراد خصوصه، يعني أراد أخص مما يدل عليه اللفظ. فهل نخصص العام بمقصود صاحبه أو لا؟ مثلاً نهى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. اللفظ عام من حيث وضعه، فيتناول كل سبع في الدنيا، إلا أن بعض العلماء قالوا هذا مخصوص بالمقصود، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل كل ذي ناب من سباع البر، فلا يصح الاستدلال به على تحريم أكل التمساح، مع أنه سبع له ناب يفترس به. هذا من أمثلة المسألة. ومن أمثلتها أيضا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، أو كما ورد. فقال العلماء كلمة الحمار عامة، لكن المقصود هو الحمار الأهلي، فلو مر بين يديه حمار وحشي لا يقطع الصلاة. ومعرفة مقصود المتكلم إما أن تكون بالقرائن الحالية، أو تكون بالعادة القولية، أو تكون بمعنى الحكم، يعني علة الحكم حين يكون معلل. فإن العلة تكشف عن عموم أو خصوص. فانظروا مثلا في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال لأن المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، يعني قول الله تعالى أو لامستم النساء، هذا عام في كل لمس، كل شيء فيه جس باليد ونحوها للمرأة يسمى لمسا. لكن هل هذا المعنى هو المقصود للشارع حتى يجعله ناقضا للوضوء؟ الجواب لا، له مقصود في اللمس، وهو حصول الشهوة، تحريك شهوة الرجل اللامس، ومن ثم فهو عرضة لنزول ما ينقض وضوءه. وحينئذ نخصص عموم لامستم باللمس الذي فيه شهوة. إذا خصص العام بيش؟ بالمقصود. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقوله وهو غضبان هذا عام يتناول كل غضب، يعني هو مطلق عام في المعنى، يتناول كل غضب حتى لو كان غضبا يسيرا، كل ما صدر إذا صدر من الحاكم إلى القاضي غضب ولو يسير ما يقضي بين اثنين. وهل هذا صحيح؟ قالوا لا، لأن مقصود الشارع لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، غضبا مستغلقا يغطي عقله بحيث يصير العاقل كالمجنون لا يعي ما حوله، فلا يسمع حجة للخصوم، ولا يميز الحق من الباطل فيقع في الجو. هذا مقصود الشارع، وحينئذ ينبغي تقييد وهو غضبان بالغضب المستغلق. هذا معنى تخصيص العام بمقصود المتكلم. قال هنا لا يخص العام بمقصوده عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم،
خلافاً للقاضي عبد الوهاب وصاحب المحرر وحفيده. نعم، أكثر العلماء على أن العام لا يخص بمقصود المتكلم، وخالف القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي من أئمة المالكية رحمه الله المتوفى سنة 422 هجرية، وخالف صاحب المحرر مجد الدين أبو البركات وحفيده تقي الدين أبو العباس، فقالوا يخص لأن المتبادل إلى آخره، هذا بعد قوله فقالوا، والقائل هو مجد الدين، يعني هذه العبارة عبارة مجد الدين رحمه الله. قال في آخر الكلام: فلو عمت خصت بالشهوة، فلو عمت من حيث اللفظ، لفظة لامستم، لو عمت فإنها تخص بلمس الشهوة، لأن هذا هي علة الحكم، يعني الحكم هنا معلل ليس تعبدياً محضاً، وإذا كان معللاً فما علة نقض الوضوء من الآية الكريمة فتقول لمس النساء أو لمستم النساء؟ اللمس علة، والمعلول هو انتقاض الوضوء. ثم لو عمت هذه العلة، لو عمت هذه العلة كل لمس لخصت بلمس الشهوة بناء على تخصيص العام بالمقصود. نعم، تفضل يا شيخ. قال: ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا والشافعية كقوله: وبعولتهن يشمل الرجعية والبائن، وإنما خرجت البائن بدليل آخر، وأن الضمير في قوله وبعولتهن إنما يعود على الرجعيات، مع أن قوله قبل ذلك والمطلقات يشمل الرجعية وغيرها كقوله تعالى: إلا أن يعفون لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال القاضي: يكون مخصصا. نعم، إلى هنا أحسنت. يقول: ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه، أيضا شروع في مخصص جديد وقع فيه النزاع بين العلماء هل يخصص العام أو لا، وهو رجوع الضمير إلى بعض العام. اللفظ العام إذا جاء بعده كلمة فيها ضمير، رجوع هذا الضمير إلى اللفظ العام السابق يقتضي خصوصه، بمعنى إذا قدرنا في اللفظ الذي فيه الضمير، لو قدرنا فيه خصوصاً والضمير راجع إلى المعطوف عليه الذي هو عام فإنه لا يخصصه، بل يبقى الخاص على خصوصه الذي فيه الضمير، ويبقى العام السابق على عمومه. قال: اختاره أكثر أصحابنا والشافعية. نعم، هو مذهب أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وخالف في هذا الحنفية وبعض المالكية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، يعني المسألة فيها خلاف. قال: كقوله تعالى وبعولتهن، الآن هذه اللفظة المشتملة على الضمير وهو نون النسوة يشمل الرجعية والبائن في الأصل، يعني يشمل البائن والرجعية، ثم تخرج منه البائن بدليل آخر، لأن من طلق ثلاثا فأزواجهن وبعولتهن ليسوا بأحق بردهن، لا بد أن تنكح زوجا غيره كما جاء في آية أخرى. قال: وأن الضمير في وبعولتهن إنما يعود على الرجعيات، يعني حينئذ يختص بالرجعيات، مع أن قوله قبل ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يشمل الرجعية ويشمل البائن. وحينئذ إذا قلنا إن الضمير العائد لللفظ العام يخصص، لكان معناه أن اللواتي يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إنما هن الرجعيات، وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن الذي يجب عليهن التربص هو عموم المطلقات، رجعيات كن أو بوائن،
قال كقوله تعالى إلا أن يعفون، يعني مثل بمثال آخر لكن اختصر فيه، اختصر في بيانه، وهو قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. في الآية التي تليها ماذا قال سبحانه؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، نون النسوة، يعني اللفظ هذا فيه الضمير. ومن هن اللواتي يعفون؟ هل كل مطلقة ولا البالغة الرشيدة العاقلة؟ البالغة الرشيدة العاقلة التي تحسن التصرف في مالها فتستطيع أن تسقط حقها من المهر، فحينئذ رجوع هذه اللي يعفون على العام في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لو قلنا إنه يخصصه لكان معناه إن النساء اللاتي يجوز طلاقهن من غير مسيس ولا فرض مهر هن فقط النساء البالغات العاقلات. وإذا قلنا إن اللاتي يجوز، وإذ قلنا إذا الضمير لا يخصص، رجوع الضمير الذي فيه خصوص لا يخصص العام السابق، فإن المعنى جواز طلاق كل امرأة قبل المسيس أو قبل فرض المهر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، رشيدة كانت أو غير رشيدة، وهذا هو الصواب. ثم قال وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا مثال ثالث في المسألة أيضا لم يشرحه المؤلف رحمه الله. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما هو الأمر الذي يحدثه الله؟ الرغبة في المراجعة، الرغبة، رغبة الأزواج المطلقين في مراجعة أزواجهن، وهذا لا يكون إلا في الرجعيات، لأن البائن صارت أجنبية عنه لا يمكن ارتجاعها أصلا، وحينئذ فلا يخصص عموم قول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا يخصصه بل يبقى على عمومه، وحينئذ يؤمر الأزواج بأن تكون أن يكون الطلاق للنساء، لعموم النساء يعني، أن يكون وهن مستقبلات عدتهن، وهو أن يكون في طهر لم يجامعن فيه. ثم قال وقال القاضي، يعني المراد به أبو يعلى شيخ المذهب، يكون مخصصا. نعم هذا قول القاضي أبي يعلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية مرجوحة عن الإمام أحمد، وهو قول الحنفية وبعض المالكية، فالمسألة كما قلنا فيها خلاف. نعم تفضل. قال ويخص العام ويخص العام بالقياس عند الأكثر كقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص من ذلك الإماء به لقوله فإذا أحصدن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد بالقياس على الأمة في ذلك. وقيل لا يخصه، اختاره ابن حامد وابن شاقلة وجماعة من الشافعية وغيرهم، وقيل يخص إن كان القياس جليا، وهو قول ابن سريج. أحسنت. هذا المخصص الأخير من مخصصات العام المنفصلة، وهو تخصيص العام بالقياس، بقياس القائس من المجتهدين. فقال ويخص العام بالقياس عند الأكثر. نعم هو قول الأكثر من علماء من المذاهب الأربعة أن العام يخص بالقياس. قال كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن كلمة الزانية وكلمة الزاني هذا عام يشمل كل زان وكل زانية من الحرائر والأحرار، ثم خص منه بالنص الإماء الزانيات والعياذ بالله
فإنهن لا يجلدن 100 جلدة بل يجلدن 50 جلدة. والذي دل على خروج الإماء من عموم الزانية والزاني الزانية من عموم الزانية قول الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب بعد ذلك إذا جاء العبد وزنى والعياذ بالله فقالوا أيضا يجلد 50 جلدة مع أن النص ما تناول العبد، لكن يقاس العبد على الأمة، وإذا قيس على الأمة وهو قياس صحيح خرج من عموم الزانية والزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فلا يجلد إلا 50. قال: وقيل لا يخصه، هذا المذهب الثاني في المسألة. ذهب جماعة من الشافعية وجماعة من المتكلمين إلى أن العام لا يقبل التخصيص بالقياس، لأنه لا قياس مع النص، فإن القياس فرع النص وما أخذ حجيته إلا منه، فلا يقدم الفرع على الأصل. ثم قال: وقيل، هذا شروع في المذهب الثالث وهو مذهب من فصل بين إطلاق المذهبين السابقين. وقيل يخص إن كان القياس جلياً وهو قول ابن سريج، طبعاً طوى بقية الكلام، يعني المذهب الثالث التفصيل، ننظر إلى القياس، إن كان القياس جلياً فإنه يخصص اللفظ العام، وإن كان القياس خفياً فلا يجوز أن يخصص به اللفظ العام. القياس الجلي هو ما ثبتت علته بالنص أو بالإجماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا هو القياس الجلي، تكون علته ثابتة بالنص أو بالإجماع أو يقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل. وأما القياس الخفي فهو ما كانت علته مستنبطة ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فتخصيص بالقياس الجلي كما مر في مثال المصنف رحمه الله، فإن قياس العبد على المرأة، العبد على المرأة الأمة، هذا قياس جلي لعدم الفارق بينهما إلا بالذكورة والأنوثة، وهذا لا مدخل له في هذا الباب، فهو فارق غير مؤثر، فهو قياس جلي. ومثال الخفي أن يخص عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع، بتحريم بيع صاع من أرز مقابل صاعين الثابت بالقياس، قياس هذه المسألة على بيع صاع من بر مقابل صاعين، فيخرج من عموم أحل الله البيع، فلو جرى فيه بيع لم يصح، فإن هذا قياس خفي لأنه لا يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ولأن العلة فيه مستنبطة، فإن العلة إما الكيل وإما الطعم وإما الادخار وإما مجموع ذلك على خلاف طويل بين الفقهاء. قال: وهو قول ابن سريج، هو قول أبي العباس ابن سريج من أئمة الشافعية، وهو أيضا قول الطوفي من الحنابلة اختار هذا القول. مذهب الحنفية ذكرناه في المذهب الأول، وقلنا إنهم مع الجمهور في أن في جواز تخصيص اللفظ العام بالقياس، إلا أنهم قيدوه بقيد وهو أن يسبق تخصيص العام بدليل قطعي، فحينئذ يقبلوا التخصيص بكل قياس. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.